عام أو سنة 2016 بسحابة من الشهداء حملتهم الملائكة من السماء الأرضية أرض البتروسية إلى فردوس النعيم، وطبعا استقبلتهم الملائكة بالتهليل وبالتسابيح، وإحنا كمان هنستقبلهم الأسبوع اللي جاي، هنتهلل بذكرى الأربعين لأرواحهم المقدسة. ولأن الألم والوجع أحيانا كتير بيكون معاه أو بيتولد معاه الإبداع، عشان كده النهاردة حبينا نلتقي بالفنان اللي رسم أول أيقونة لشهداء البطرسية، الأستاذ مايكل مجدي، كاتب الأيقونات القبطية. أهلا بيك منورني أستاذ مايكل. في الأول أنا يمكن توقفت شوية عند التايتل، كاتب الأيقونة القبطية. خلينا الأول نعرف يعني إيه كاتب. أنا كنت متخيلة راسم أو رسام للأيقونة القبطية، جت منين كلمة كاتب؟ كلمة كاتب دي معروفة في الفن الأيقونة في العالم كله، يعني الفن القبطي والفن الروسي والفن البيزنطي، جت من إن اللي بيعمل الأيقونة بيبقى ملتزم بكتاب مقدس والطقس واللاهوت والعقيدة، فما يقدرش يخرج بره الحاجات اللي الكنيسة بتؤمن بيها أو بتتكلم عنها. يعني قبل ما بترسم الأيقونة أنت بتكون دارس لكل ده يعني عشان تقدر تعبر عن الإيمان والعقيدة، مظبوط؟ بالظبط، يعني بنلتزم بنص كتاب مقدس، بنلتزم في حاجة اسمها لاهوت الأيقونة، فيها معاني لاهوتية معينة لازم نلتزم بيها. مساحة الإبداع في الأيقونة بتبقى في الجانب إن أنا أعمل تصميم جديد مثلا، لكن ما بخرجش عن الألوان اللي هي الطقسية، عن توزيع الأيقونات في الكنيسة، عن نص كتاب مقدس او الحاجات اللي موجوده في التراث الابائي مثلا زي فستان الرهبان او السنكسار والحاجات كده. تمام. طب مايكل عرفني بنفسك، يعني قول للساده المشاهدين مين هو مايكل مجدي. مايكل مجدي، يعني ابتديت ادرس ايقونات من 6 سنين تقريبا، وحاليا بعمل ماجستير في الايقونه القبطيه، و جانب انا بشتغل في الديكور. يعني انت خريج ايه؟ خريج تجاره. تجاره؟ طب دي يعني الرسم ده كان موهبه؟ الاول كان موهبه، يعني ابتديت ان انا في وانا صغير ادونا درس في كنيسه عن الايقونات، يعني فساعتها ابتديت ايه اخد بالي ان في حاجه اسمها ايقونه قبطيه وان هي حاجه مش عاديه، فابتديت بقى ايه اركز معاها لغايه ما بعد ما اتخرجت عرفت ان في معهد دراسات القبطيه في امبرويس، ده اساس الايقونه في العالم كله الايقونه القبطيه، فدخلت ودرست فيه وحاليا يعني في الماجستير. يعني انت بتقول من وانا صغير ابتديت اركز معاها، ازاي ابتديت تركز؟ يعني كنت مثلا بتجيب اي ايقونه او صوره كده وتحاول تقلد الرسومات اللي فيها، يعني في الفتره دي لحد ما ابتديت تدرس انت كنت بتمارس هوايه الرسم ولا كنت بتعمل ايه؟ يعني حاولت كذا مرة ان انا اجيب ايقونة مثلا قبطية وانقلها يعني، بس ما كانتش طبعا بتطلع بالمستوى اللي هو ايه زي دلوقتي، يعني غير لما يكون دارس. اكتشفت بعد كده ان هي فيها جزء كبير دراسي اكتر من الجزء الفني، يعني انك تبقى حاجة اكاديمية جدا غير ان هي تبقى حاجة فنية ملهاش معنى. يعني ابتديت تدرس امتى؟ بعد الجامعة؟ يعني مع الدراسات دي دبلومة دراسات عليا المفروض تبقى معايا يعني على الاقل بكالوريوس او حاجة عشان اقدر ابتدي يعني، فابتديت بعد الجامعه تقريبا من 2009 2010 ابتديت يعني ادرس. يعني بقالك 2009 2010 بقالك 7 سنين كده تقريبا. تمام. طب مايكل قول لي ايه الفرق بين الايقونه والصوره العاديه؟ الايقونه معروفه في الفرق الجوهري اللي فيها ان هي تبقى مدشنه. يعني لازم تبقى مدشنه بزيت الميرون عشان تقال عليها ايقونه. معروف ان كل الايقونات هي اصلا صور، قال عليها ايقونه لما تدشن، زاد ان في فروقات تانية فنيه ان هي تبقى مرسومه على خشب، ما تبقاش على الحيطه او على ازاز، وتبقى مرسومه بالوان اسمها التمبرا، دي عباره عن اكاسيد بندوب في الصفار البيض والخل، ده اللي بيخليها ايقونه. دي معروفه من زمان يعني. يعني ليها صفات في الرسم مختلفة عن الصورة العادية، مش بس ان هي يعني احنا مثلا فاهمين ان الفرق بين الايقونة والصورة العادية ان دي مدشنة ودي غير مدشنة. ده الفرق الجوهري. ده الفرق الجوهري، لكن كمان حضرتك بتقول لي ان هي ليها الوان مخصوصة وليها مثلا ماتيريال معينة بتترسم عليها، يعني ليها مواصفات مختلفة. يعني مواصفات مختلفة وليها كمان مراحل، يعني في مراحل الايقونة ما ينفعش ايه اعديها، ببتدي واحده واحده بحس ان انا ايه دي المراحل اللي احنا استلمناها من القرن السادس والقرن الرابع،
شغالين بيها لغايه دلوقتي، حتى الالوان هي نفس الالوان اللي كنا بنستخدمها في القرن الرابع والقرن الخامس والقرن السادس. ايه المراحل دي؟ اول حاجه احنا بنجهز الفنان نفسه اللي هيرسم الايقونه، لازم يكون دارس عن الموضوع اللي هيرسمه، تمام، حتى لو الموضوع كان عارفه يعني لازم يقرا له تاني. يعني تاني حاجه ان هو يكون يعني لازم يقرا قبل ما يبتدي يرسم. اه ده لازم، تمام، حتى لو الموضوع معروف يعني اصل هعمل ايقونه تانيه للميلاد فلازم اقرا لها تاني. يعني بتاخد وقت كبير تجهيز للايقونه قبل ما تبتدي كمان ترسم فيها؟ هو يعني تجهيز تقريبا يعني 80% من الشغل يعني. لكن بعد كده المراحل بقى الرسم ده بتبقى انت خلاص انا حافظ الخطوات فبمشي فيها على طول يعني، بس التجهيز وان انا اعمل تصميم جديد دي اللي بتاخد وقت يعني. يعني رسم الايقونه مثلا ياخد منك وقت قد ايه بالتجهيزات اللي انت بتقول لنا عليها؟ هي بتفرق من واحد للتاني، بس يعني لو مشيت بالخطوات مظبوط يعني ممكن تاخد اسبوع يعني، حسب طبعا حجمها يعني. حاجه زي بتاعت البتروسيه دي خدت اسبوع يعني، كل يوم مرحله معينه ما ينفعش اسبق فيها ما ينفعش اعديها يعني. يعني الايقونه بتاعت البتروسيه شهداء البتروسيه خدت منك اسبوع؟ اسبوع بس؟ طب ما ده انجاز، انا حاسه ان هي اتعملت بسرعه. هي كنت متحمس ليها يعني. الفكره جات لك ازاي قول لي؟ هو يعني عرفت الحادثه دي من التليفون يعني زي الناس كلها، وناس كتير كلموني عشان ليه قرايبي من البتروسيه وكده فبيطمنوا يعني. فبعد كده تابعتها في التلفزيون، تاني يوم رحت ازور الناس القرايب اللي كانوا في الكنيسه فحكوا لي بقى الموقف اللي حصل وازاي الانفجار حصل وكده. فساعتها قررت ان انا اعمل ايقونه يعني بتاعت البتروسيه. بس يعني قبل ما اروح البيت يوميها، كان يوم الاثنين قبل ما اروح انا كنت تقريبا طلعت ورقه وقلم وابتديت اشتغل فيها يعني. دي الايقونه بتاعت شهداء البتروسيه صح؟ تمام. هل الالم اللي حسيت بيه وحسينا طبعا كلنا بيه مش انت بس، هل الالم ده هو اللي ولد جواك الابداع؟ وانا ما بصيتش ان هي حاجه وحشه قوي يعني، انا بصيت ان الكنيسه بتاعتنا من زمان متعودين على المشهد ده يعني. طبعا يعني حتى في عيد الميلاد السنكسار اللي بيتقال بعد قصة ميلاد المسيح، في قصة ان الكنيسة في اخميم اتقتل فيها 5000 واحد في ليلة العيد، فده مشهد احنا متعودين عليه من زمان يعني، مش حاجة جديدة علينا يعني. فكل ما الشهداء بيزيد كل ما الكنيسة تبقى اقوى يعني. واطفال بيت لحم، واطفال بيت لحم دي كانت برضه في نفس الاسبوع يعني. فيعني فانا بصيت ان دي حاجة دي فخر لينا يعني، حاجة زي كده تبقى الكنيسة بتقدم لغاية دلوقتي شهداء وقديسين كل سنة تقريبا في مجموعة شهداء جداد، فالكنيسة لسه شباب. هو الإيمان بتاعنا يعني اتروى بدم الشهداء، كنيستنا أصلا فضلت صامدة وباقية لحد دلوقتي بدم الشهداء. بالظبط، احنا عندنا عيد النيروز يعني هو عيد الشهداء، فدي مش حاجة يعني الكنيسة عمالة تقدم هدايا لغاية دلوقتي للسماء يعني. طيب يمكن من شويه كانت اللوحه او الايقونه بتاعت الشهداء كانت معانا على الشاشه، نفسي بس نعرضها تاني واوصف لي انت جت الفكره ازاي، يعني قدامنا اهي على السكرين، نفسي تقول لي يعني الشكل ده تقصد بيه. هو المنظر الكنيسه لو حضرتك دخلت الكنيسه البطرسيه وبصيتي في الفناء ناحيه الشرق هيبقى منظر المبنى ده يعني، هو ده شكل المبنى وانت باصه ناحيه الشرق، فطبيعي انا لما ابص للشرق الاقي المسيح شمس البر هو اللي في الشرق، فهي مقصود ان هي تبقى بالمنظر ده، ان اللي بيتفرج على الايقونه باصص ناحيه الشرق فشايف منظر الكنيسه وشايف المسيح في الشرق ان هو شمس البر في ورا زي شمس كده. حتى القديسين او الشهداء اللي استشهدوا في الحادثه مش باصين للمسيح، ما باصين لنا احنا، هم خلاص. ايه السبب يعني؟ انا كنت برضو لفت يعني نظري ان هم باصين لنا مش باصين ناحيه الشمس. هم خلاص، هم دلوقتي دي الكنيسه المنتصره يا جماعه يعني، فهم اللي بيبصوا على الكنيسه المجاهده اللي هو احنا. زي حمل ايقونات القديسين مش باصين للشرق، باصين لنا احنا عايزين نبقى زيكم يعني. فخليت الوضع كده ان انا باصص للشرق، او اللي بيشوف الايقونه باصص للشرق شايف المسيح وشايف القديسين والكنيسه خلفيه يعني، احدد ان ده اتجاه يعني هو كده في الاصل يعني. مين اللي تحت صورة السيد المسيح؟ في حد ورا كده؟ في دي الطفلة اللي هي يمكن انا شايفاها في الايقونة اللي معاك لكن مش موجودة دي في دي على زادت الشاشة. يعني دي زادت. يا ريت نوضحها بس علشان دي بتقول عملتها زيادة. يعني انا كنت شغال. ممكن تشاور بس على اللي انا اقصده؟ ايوه هنا اهو. طيب دي زودتها امتى وزودتها ليه؟ دي يعني بعد ما عملت الايقونه. شاور عليها لو سمحت معاك. ايوه في نفس اليوم زادت ماجي.
فيعني في نفس اللون انا ابتديت اشتغل فيها يعني زودتها. يعني ليه حطيت ماجي فوق يعني او حضنه كانها حضنه الكل زي تحت السيد المسيح؟ يعني انا شايف ان هي بتبقى الاطفال دايما ليهم مكانه خاصه يعني. هي كمان يعني انت معموله أصلي. معموله ان هي ملاك مش معموله ان هي طفل عادي يعني. الاشكال دي هل ده فن مثلا قبطي فن انا يعني الايقونات كل ايقونه في فن حبشي فن قبطي فن يوناني، لكن هنا هل استعنت مثلا باقرباء الشهداء خدت ملامح معينه ولا كل ده من وحي الخيال؟ لا يا في جزء كبير منها وحي خيالي بس وانا شغال يعني كنت اتفرجت على الصور بتاعت الناس اللي انتقلت يعني، فيعني نوعا ما حاولت احافظ على الملامح بس هي يعني يكون حجمها بتبقى صغيره شويه يعني، لكن في حجم اكبر يبقى ملتزم بالشكل الحقيقي يعني. يعني انت برضو كنت مهتم ان تحط، يعني انا لو سالتك مثلا في كل شخصيه قدامك ده مين هتقدر تقول لي؟ لا احنا بنحط بس العدد الكامل. العدد لكن الملامح تقريبا الا لو حد كلهم. مميز قوي يعني، هو في راجل واحد فهو معروف وفي طفله واحده فمعروفه يعني. لكن اهم حاجه العدد. طب ما في بعد ماجي برضو كان في بعض الشهداء هيتم مثلا هتقدر تضيفهم ولا؟ ايقونه جديده بقى يعني. الايقونه دي وثقت اللحظه اللي هي بتاعه الانفجار، فالمجموعه اللي في الايقونه هم دول اللي استشهدوا يوم الحادثه بنفسها، لكن اللي بعد كده دول يعني يتعمل لهم ايقونه تانية. عرفنا ان الكنيسه اخذت الايقونه دي وعملت نتيجه للعام عام 2017 بنفس الايقونه. اوصف لنا كده فرحه او يعني رد فعل الاباء، اباء الكنيسه اول ما شافوا الايقونه دي عملوا ايه؟ وفي ابونا انطونيوس اللي هو كان بيصلي في الكنيسه يوم الحادثه، هو اتصل بيا يعني قال لي رايه في الايقونه. الحاجه المميزه الاهالي ان قال لي الايقونه مش مرعبه يعني او مش مخيفه للاطفال يعني. اغلب الصور اللي كانت على الفيسبوك وعلى النت ان صور ناس ميته وانفجارات ودم، فالحاجه المميزه في الايقونه ان هي لو طفل شافها مش هيخاف يعني، هيعرف ان دي حادثه البطرسيه بس مش مرعبه ما فيهاش منظر دم. وانا انبسطت من الكلمه دي ان هي دي ميزه الايقونه القبطيه، ان احنا مش بنصور العذابات او مش بنصور الحاجات المؤلمه، احنا بنصور القديسين والشهداء في اللحظه الممجده، اكتر لحظه يتمجدوا فيها دي اللي بنصورها، بعيدا بقى عن الالم بعيدا عن الحاجات دي، الحاجات دي كلها يعني خلاص دي خلصت يعني. انا مبسوطه ان عندك الفكر السماوي ان احنا مش مجرد احنا ما بنبصش على الالم، ما بنبصش على النص الكوبايه الفاضي، ما بنبصش على اللي حصل لنا، لكن احنا بنبص على المجد بعد كده. احنا بالاستشهاد ده وصلنا لايه؟ يعني هم في لحظه انتصار يعني، مش لحظه ناس مصابه وناس في المستشفى وناس بتعيط، دي لحظه انتصار بالنسبه لهم، دي اكتر لحظه يعني دي اكتر مجد وصلوا له. فانا ما ينفعش اعمل منظرهم هم مهزومين وهم متضايقين يعني. حتى في مبدا في مبادئ الايقونه القبطيه ان احنا ما بنصورش العذابات، ما بنصورش العذابات خالص، ما ينفعش اعمل اي عذابات في اي ايقونه يعني، لا ما بنعملش. اول حاجه عشان يعني دي حاجه هم في مجد ما ينفعش اصور العذاب ده، تاني حاجه ان ممكن تخوف الاطفال يعني. ايه تاني؟ انا عندي شغف كده اعرف عن الايقونه القبطيه اكتر، يعني قول لي يعني ملامح الايقونه القبطيه اكتر ايه؟ واكتر حاجه بتميز الايقونه ان هي بتبقى نفس مكونات جسم الانسان، الخامات كلها خامات طبيعيه، معادن حديد و نفس مكونات جسم الانسان. يعني طب ما ده طبيعي في اي صوره. لا مش الرسمه، الخامات نفسها اللي بنستخدمها. يعني مثلا الالوان بتبقى معادن طبيعيه كلها موجوده في الجسم. الالوان بتدوب في صفار بيض، ده فيه بروتين وكالسيوم برضه موجود في الجسم، فكانك بتعملي كائن حي. حتى يعني بعد كده الخامات اللي بترسم بيها هي موجوده بتقول خامات كلها طبيعيه يعني طبيعي. مفيش حاجه مصنعه. يا ريت بس نعرض الصور من الاول تاني علشان محتاجه بس مايك اللي يعلق لي على كل صوره. الصوره دي كان اجتماع سيدنا البابا عندنا في الكنيسه يوم الاربعاء. كان صادف ان كان ده في نهار العذراء، فالاباء طلبوا ان يعني اي حد عنده موهبه يدي له هديه، فانا عملت ايقونه للعذراء وسلمتها له. يعني هي دي الهديه؟
دي كانت ليها. جميل. طب والايقونه دي؟ دي ايقونه الامير تادروس موجوده في حاره الروم. كان حد يعني من صحابي حصل له معجزه فالامير تادروس عملها له، فانا عملت له ايقونه وحطها في الدير يعني. كانت برضو في دي نفس الرسمه كده. من الايقونات اللي بحبها. تمام. وايه دي؟ دي كانت تدشين ايقونه للميلاد في العيد اللي فات في الكنيسه في دير الملاك. كان دي محطوطة في دي كنيسة كانت دير. في التاتشين، لحظة التاتشين كان أيقونة الدشن بتحضر القداس كله يعني. تمام. والأيقونة دي؟ ده أيقونة لامبا كراس، يعني أول مرة الناس تشوف لامبا كراس بالشكل ده، يعني شكل جديد. ايه المختلف في الأيقونة دي مختلف للأمبا إن كراس؟ أول لامبا كراس كان ملوك من أول أخوات أخو الملك يعني. تمام. فأنا اللبس الرهباني بتاعه أنا عامله لونه محمر شوية، اللون الأحمر ده لون ملوكي يعني. فيعني ملك، كان ملك يعني، غير اللبس الاسود يعني بتاع الرهبان العادي. تمام. طب مايكل، هل انت يعني بتمارس اي نوع من انواع الفنون الاخرى ولا هو بس رسم الايقونات؟ واللي بيدرس ايقونه بيدرس ازاي يعمل تصميم جديد او ازاي يعمل شكل جديد للايقونه، بعد كده انا ممكن اطبقه في سواء في ايقونه كرسم او جداريه في على الحيطان او ازاز معشق او فريسكا، فليها تطبيقات كتير يعني، مش بس أيقونة خشبي. طيب مين شجعك على الموهبة دي؟ يعني أنا عارفة إن كل مثلا طفل صغير بيبقى وراه مثلا مامته، باباه، أحد أقاربه، حد في الكنيسة، خادم. أنت مين كان ليه تأثير قوي في حياتك؟ هو يعني أكتر ناس أثروا فيها يعني البيت وأصحابي، يعني لما شافوا إن بعرف أرسم وكده يعني شجعوني إن أنا أدرس أيقونة وأتخصص فيها يعني. مين؟ أصحابي في البيت أصحاب. والبيت وكده يعني، هما دايما كانوا بيشجعوني ويتابعوني يعني في جميل. مايكل، أنا شايفة أنت معاك مجموعة من الأيقونات تقريبا جنبك، تحب تعرضها غير أيقونة شهداء البطرسية؟ في برضه دي أيقونة موجودة في دير سانت كاترين، يا ريت نجيبها لو سمحت. السيد المسيح. دي إيه؟ دي أيقونة السيد المسيح، أقدم أيقونة للسيد المسيح تقريبا ده على فن الأرض. إيه ده؟ دي بيزنطي. بيزنطي. انت كمان بتبقى دارس لانواع الفنون؟ لازم بيزنطي والروسي والايطالي. فالايقونه يعني الفن البيزنطي والروسي قريب قوي للفن القبطي تقريبا، الثلاثه واحد، اللي بيختلف شكل القديس او شكل التصميم يعني. تمام. ايه تاني معاك؟ دي برضو دي ايقونه الصلابوت. الصلابوت دي روسي، فن روسي، هي معموله يعني تقليد للاصليه يعني. تمام. أصلية وانت موجودة انت في روسيا. شفت الاصليه؟ لا شفتهاش على الطبيعة يعني، بس موجودة صورها على النت يعني. يعني ايقونه زي دي اخذت منك وقت قد ايه؟ هي ممكن تاخد اسبوعين. اسبوع بقى ليل نهار يعني قاعد عليها لا على طول، ولا اسبوع زي ما مثلا كل يوم ساعتين؟ مراحل يعني، هي مراحل، في ممكن مرحلة تاخد 6 ساعات، مرحلة تاخد ساعة، بس ما ينفعش ان انا اعدي المرحلة دي يعني، هي خطوات. تمام. مايكل، انا بشكرك جدا، وكل سنه وانت طيب، وانت نموذج جميل للشاب المسيحي اللي فعلا في روح ربنا. هم دول بقى اولاد الله، اولاد الله ظاهرون، ظاهرين بقى. يعني انت الجميل ان انت مش مجرد موهبه بس، انت مش مجرد راسم، لا انت كاتب للايقونه. وفهمنا النهارده يعني ايه كاتب. انت بتقرا الايقونه في الاول وبتعرف كل حاجة عن الفنون وعن لاهوت وعقيدة، وبعد كده بتبتدي تترجم ده لأيقونة. أنا بشكرك جدا. شكرا. وكل سنة وانت طيب. الله يخليك. شكرا. مشاهدينا لحظات ونرجع لكم وآخر فقراتنا، خليكم معنا بعد الفاصل.